بادي عادي بدء. اللغز اللي محيرني انا وكنظن بزاف الرجاويين هو مجيء الرئيس الجديد السيد البدراوي. فكيفاش السيد فدخل بواحد القوه اللي كان كلشي كان كينتظر منه ان الرجاء توصل مراتب متقدمه، الا ما اقول العالميه كيف ما موالفين. فسي نهضر ديما على الرئيس اللي هو غادر غير مأسوف عليه. فكنظن كان كل شيء معاه، جمهور، مكتب، فهناك كاين واحد اللغز محير. وما كرهتش انه هو السيد الرئيس السي البدراوي عطينا شي تفسيرات الا سمع الا شاف هاد الفيديو وهاد الاستجوابات من جهه. اما من جهه اخرى هضرنا على المشاكل ديال الرجاء، فكتبان بان ما دمتي ان كتجيب بحال لعابه بلا ما نبقى نسمي واحد مسيني فابور لانه بغى الرجاء، واحد ما مقبولش كلاعب انه ما مقبولش حتى في الوقفه ديالو، وتجي تقول بانني جبت لعابه مزيانين وداكشي، راه ديما كنحمل المسؤوليه للرئيس، الرئيس اللغز، ديما نقول الرئيس اللغز، لان الله يكون في العون يقدر يكون حتى هو مسكين بالدارجه زرفوه. لان ما نظنش ان واحد جيب واحد القوه كيف ما قلت، واحد الشخصيه وواحد العزيمه، ففرمش تعين ما كملش مام با يوناني، راه وصل لواحد المشاكل كبيره اللي ما عمر الرجا كان داس منها، رغم ان الرجا راه كنعرفوها من تاريخها كطيح وكتوقف. والرجا ديما من الفروق اللي تمرض ولا تموت. كنشوفوا يعني ربما يعني كيف كنقولوا حنا الكل يعني ربما يتكلم على المجيء يعني او العوده ديال بودريقه على رئيس يعني رئاسه الرجاء هو الحل الوحيد يعني بالنسبه يعني العوده الرجاء اللي ما كان ديما. كل قادم ان شاء الله غادي يكون مزيان كيف ما كان، ما نقدرش نسمي ان الرئيس بودريقه الا كان هو غادي يجي، ما خصناش برامج مكتوبه على الورق، خصنا برامج مفعله، خصنا يعني خصنا مستشارين. ما نبداوش الاخر يقول اي واحد ما كيقول لك انا عطيت للرجاء وسلفت للرجاء وطلبت من الرجاء، ما خصناش هذاك الشيء. خصنا الى جا السي بودريقه مع كامل احتراماتي لجميع الرؤساء سواء اللي فسلوا سواء اللي نجحوا في المهام ديالهم، لان كل واحد مسكين كيضحي بوقته هو الاول. فالسي بودريقه ما خصوش يبقى يسمع من شبه الجمهور ودوك المنخرطين اللي اشباح. راه ماشي نجي نعطي 20,000 درهم ولا 30 ولا 40 ونعود كنسير الرئيس، هذا راه ما خصوش يكون. وقضيه الرئيس بودريقه مرحبا به، الا كان كيف ما قلت نعاود ونكرر، سواء هو سواء واحد اخر اللي يجيب لنا مشاريع اللي غتقدر تفعل، ماشي سوف التسويف. راه نقدر انا ندير الرئيس ونبدا نسوف انا. واحد القضيه اللي كنلاحظها بزاف ان فين ما كنهضروا كنقولوا لجنه او مجلس الحكامه، فاي واحد داز في الرجاء راه حكيم، ولكن الا كان منخرط راه ما كيبقاش كيلعب دور حكيم. راه الحكامه كيتعزلوا كيبقاو كيساهموا، وراه منخرط لان اوتوماتيكمون كيكون منخرط انه ما يكونش مع واحد الفئه. اليوم هو ضد هذا الرئيس وضد هذا الرئيس لانه حكيم. ونكونوا واقعيين، انا ما كنبخش الاشياء وما كنقصش من الشخصيات داكشي، فاه اللي كيقلب على المصلحه ديالو على حساب الرجاء راه حشومه، راه رجاء الشعب هذه، راه لو موند كامل فيه رجاوي، ما كاينش اي بلاصه تمشي لشي اخر جبل كاين هنا عندنا في المغرب غتلقى واحد رجاوي. والله هذه شي صحافه، المهم هذا موضوع ما نقدر ندوي فيه، شي صحافه اللي كيشعلوا الفيتان ما بين جماهير الرجاء والوداد. فراه لا رجاء بدون وداد ولا وداد بدون رجاء، هادشي راه خص يعرفها كل شيء. انا عندي فرقتي، انا كنبغي الرجاء والودادي راه ودادي، باش ماشي تنوض صحافه ديال كيف ما كنقولوا كيف ما كيسيموا صحافه، الله يهديهم. راه ماشي انا نعطيك الفلوس باش تعير لي فلان، ولا الاخر يعطي الفلوس باش تعير، هذا محشومه. نطلبوا من الله هاد الصحافه ترجع على الغي ديالها وما تبقاش كتشري الصداع للناس، راه كيمشيو ضحايا. ونطلبوا من المسؤولين على الملعب، خاصة ملعب
ملعب الشرفي مركب محمد الخامس باش يعيدوا النظر في التنظيم. التنظيم من المسؤولين كاملين من الالف الى الياء، ما كان استثني حتى شي واحد، راه كنا مسؤولين. وحتى رغم اني خرجت على السؤال، راه الجمهور راه خاصو يكون واعي بهذا الشيء اللي كيقول. راه بارك عندنا من صحافه الفيسبوك، وكاين مسكين اللي الدري ما شافش الراجا، يلاه يعني ما ماشي لاج كيحكم، انا حيت راجل كبير وشت الراجا بزاف وداك الشيء غنقول لهم انا راه احسن منهم. غير الناس ما يبقاوش غير كيسمعوا كلمه كيكبروها وكيأولوها. كتسمع ان مثلا الا خدينا غادي يقولوا السي بودريقه غادي يجي للراجا، فنوضوا بزاف كيقولوا لا ريبها ودار ليها ودار ليها. بار كونتر شي واحد كيقول لك ان بودريقه وصلنا للعالميه، راه اللي كنطلبوه هي اللي جا للراجا يجي يخدم والله يجازيه بخير. اولا شكرا، شكرا لك، شكرا هذا الموقع اللي معنا في الشره والدره. الراجا ماشي هي اللي كيوقع على هذا الشيء، كاين فرق مغاربه افريقيا اوروبا ديما تيوقعوا في هذه المشاكل. راه فريق عالمي تا هو برشلونه، راه عانى ريال مدريد مانشستر، عدد فرق مارس بهذا الشيء. هذا العام هضرنا بزاف لا المسيرين لا البيبليك لا الاعلاميين ديال الراجا، كلشي هضرنا بزاف وما كان والو. قلت انا في البدايه الانسان اللي كيجي وكيبدا بدات الهضره بزاف عرفت ما غتكون والو. انا كنتمنى هاد الورقه مشات الماضي مشى هذا، نبداو في الجديد وشوفوا ناس اللي عندهم الخبره والتجربه. وهي الراجا هضرت عليها شحال هذه، الراجا خصها تكون شريكه. تمنيت المغاربه لا الجميع لا المسيرين، كاين شي فرق كبار خص تكون شريكه نظرا هاد الشهره اللي عندها، هاد الجماهير اللي عندها، هاد بزاف د الحوايج تكون شريكه ويسيروها ناس غربيين ومغاربه ونطوروا الحدث ديالنا. واش كل عام نبدلوا رئيس ونبدلوا المدرب؟ ديما هاد الظروف غير عندنا حنا في المغرب حشومه، كاين شي فرق ثلاثه المدربين بدلوا في العام جوج راه هذا الشيء خصو يتحيد، ويجيبوا ناس اللي عندهم الدومين الرياضي وكيفهموا في كره القدم، قراوا عليها وكيعرفوها وكيضرب برنامج سنوي ماشي كيضربها برنامج ديال النهار. وكاين شي وحدين كيجيو كما قال زميلي الحاج الودادي وراجاوي خوت ومدينه وحده كتربطهم عائله، وهاد الناس كيشكلوا منتخب، كيشكلوا رايه مغربيه خضراء حمراء، راه علاش غنربيو العدو بين الوداديين والراجاويين؟ راه حنا كراجاويين نفرحوا، الوداد ذات روح رياضيه شعوب راهم عائله، حتى حنا مديو يفرحوهم ونحيدوا داك الانتقام وداك التحراش باش نطلع المشاهده، نربي فلوس وندمر عائلات وندمر فرقه باش نفكر انا الموقع ديالي باش نضرب الكثافه ديال الفلوس ونريب ناس حشومه. وبالنسبه للمسؤوليه هذه كنتحملوها احنا كامل، ماشي نحملوها للعدل. العدل راه في والدينا خوتنا منهم بزاف د الحوايج، وهاد البلاد هذي خطي علينا عدل، احنا ما نحملوش المسؤوليه للعدل. بزاف الناس حملوها للعدل، والعدل كيجي مسكين 48 ساعه وواقف من 10 الصباح في السلامه ديالنا حتى 10 الليل ونقولوا نحملوها لهم لا حشومه. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.